حبيبتي حبيبتي قعدت 25 سنة أحب فيها، كنت حنون عليها، أرق منها مفيش، لدرجة إن أنت لو هتلمسها لازم تمسكها كويس عشان ما تقعش منك وتنكسر. مهنة حبيتها ولقيت نفسي فيها، هي أصلا مهنة كلها بتعتمد على الفن، وأنا يعني مش هقول على نفسي فنان، بس هقولك متعلم في فنون جميلة قسم زغرفة. من 25 سنة كان لسه في بدايتها، وفي بدايتها ما كانش لسه فيها إبداع كتير، إنما دلوقتي بقى فيها كتير مختلف، إبداع كتير كمان، كل اللي عنده إبداع بقى يطلعه. غالبية اللي بيقدر الفن اليدوي أو المهن اليدوية من الأجانب مش من العرب. أصل مهنتنا ديت هي مهنة ترجع للمعامل والمختبرات، ما كانتش مهنة تحف وديكورات. مع الوقت اتطورت، قلنا نطلع منها أي جديد، فطلعنا مهنة من مهنة، يعني هي نفس الطريقة وهي نفس الشغل، بس نعمل بها تحف بدل ما نعمل بها أجهزة معامل وحاجات مختبرات. المهنة دي تختلف عن مهنة الإزاز العادية الطبيعية اللي احنا عارفينها كلنا، نفخ الإزاز بالبلينة وياخد الإزاز من الفرن، الكلام دوت مختلف عننا خالص، ضخامة مقاسات هم يقدروا يعملوها، أنا ما أقدرش أعملها، دي مش بتاعتي، أنا أعمل الحاجات اللي فيها دقية وفيها تفاصيل زيادة.